اهلا وسهلا بحضراتكم مرؤوكم اعزائي المشاهدين. يعني كابتن سيد بيتكلم عن المجموعه اللي لعبت معاها في النادي الاهلي في ذلك الوقت. اعتقد ان ابو تريكه وبركات ليهم وضع مختلف. وبركات كل الناس عارفه يعني احنا مع بعض من زمان من ايام الاسماعيلي وفي الاهلي. يمكن ابو تريكه بقى يعني بص تريكه زي ما قلت لك يعني يمكن من الناس اللي فرقت معايا اول ما دخلت النادي لان كنا في المنتخب وفي الاهلي مع بعض. مواقف وائل جمعه كلها كانت قدام ابو تريكه لان هم كانوا بيقعدوا مع بعض وده واحده يعني. فابو تريكه لا يعني ابو تريكه جوه الملعب كمان لا ممتع يعني. انا كنت بضرب مثل لحد بيتكلم عن فرق التمرين مثلا قبل كده وحتى دلوقتي. يعني في بعض التمارين اسلام يعني مثلا مستر مانويل او كابتن حسام بدري او حتى الكابتن يوسف في وقت من الاوقات بيحاول يطول التمرين من كتر الكره الحلوه اللي هو شايفها. يعني ممكن ممكن يكون مده التمرين اصلا كانت هتبقى 120 دقيقه مثلا او 90 دقيقه او هتبقى اي وقت يعني. فممكن يزود 10 دقائق من اللي شايفه في الكوره في التقسيمه. ابو تريكه مثلا واحد من الناس اللي انت تتمتع وانت بتتمرن معاه وانت بتلعب معاه. انا في كرة بتاع مباراه البرازيل الجون اللي انا عملته لشوقي هو انا اول ما ابو تريكه استلم وخد بيها خطوه اسلام عارف ان هو هيعمل انا عارف ان هو هيبصيلي انا مجرد هعدي من وراه فهو هيبصيلي. انا لو واحد تاني غير ابو تريكه انا مش هتحرك من وراه. يعني انت خلي بالك من كتر التعود مع يعني انا لعبت مع اسلام فانا عرفت اسلام امتى هيستقبل الكرة وهياخدها لجوه وامتى هياخدها لبره وامتى هيعمل باص. فخلاص احنا تعودنا الانسجام موجود. فانا ابو تريكه من الناس اللي كان خلاص الكرة وصلت طالما في رجله انا عارف هو هيلعبها لي فين. يعني انا يمكن مباراه الاتحاد الليبي اللي كنت بحكي لك عليها انا في كوره كان المفروض ان هي ضربه جزاء ليا وما اتحسبتش خلال الشوط الاولاني برضو انا بجري مثلا من بعد نص الملعب بشويه انا عارف الكوره هتجيلي فين عند ال 18 بالظبط. انا عارف ان الباص هيطلع من رجله هنا. لا ابو تريكه يعني ابو تريكه يعني يمكن اللعيبه بتتكلم دلوقتي ان المركز 10 ده مثلا ممكن بتعمل اسيست في المباراه او اتنين او تلات اربع كرات بينيه فالناس تتكلم عنك بعد المباراه ان ان في اداء جيد جدا. ابو تريكه كان ممكن يعمل 30 40 باص من ده خلال شوط مثلا يعني. في ماتشات لابو تريكه كتير جدا. فيعني لا يعني الواحد محظوظ ان هو كان موجود مع الجيل ده. الجيل ده لا يعني في الملعب ممتعين كرويا. بس ابو تريكه ما كانش بيتدخل قوي مع منوي في الحاجات اللي هي كانت ايه. ابو تريكه ابو تريكه ده برضو كان مضيعنا في حاجات. يعني انت هو كان مضيعنا في ايه؟ لان هو اول واحد ما بيتكلمش. فهو طبعا ايه اذا كان ابو تريكه ما بيتكلمش مين اللي هيتكلم؟ هيتكلم في الفرقه. فهو برضو كان ايه مأثر على الفرقه في ان انت ايه ما حدش يقدر يتكلم. واذا كان هو الراجل داخل مثلا بيكلم ابو تريكه منفضه مثلا في المحاضره فانت وما ردش فهو ما يجي عليك الدور وخلاص خلاص بقى. الدور كان بيجي الدور كان بيجي تاني يوم الماتش ده الساعه 9 الصبح في الاوضه جوه بقى كان يوم اوضه الفراش. كانت ايام يعني جميله جدا. لكن تاني يوم الماتش كان بيبقى كل اللعيبه قلقانه وبرده بين الشوطين. طبعا تيك شاور ده يعني خلاص تيك شاور مع السلامه. تيك شاور في اربع خمس ماتشات يعني بعد ما بيخلص محاضرته في اتنين بياخدوا شاور اي اسمين بقى بيجوا. وكانت التغييرات ثلاثة ايامها بس. غريبه ده دلوقتي كان زمانه غير خمسه بين الشوطين. كان الخمسه طلعوا بين الشوطين. ده هو كان بيخرج اتنين ويقول لك في ناس تانية عايزة تخرج بس انا مش هخرجها دلوقتي.